ده لسه مستمرين في الحديث عن مباراة الأهلي والهلال، هذه المباراة الهامة والحاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وبطولة دوري أبطال أفريقيا. علشان كده معايا في هذه اللحظات مداخلة مهمة جدا مع الكابتن صلاح آدم المدير الفني الأسبق للهلال السوداني واللي قاد الفريق في مباراة القاهرة. يا كابتن صلاح، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ أمير، وتحياتي لكل الأخوة اللي سمعوا على الهواء. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نتكلم بخصوص مباراه الاهلي والهلال السوداني، وكيف ترى هذه المباراه من وجهه نظرك الفنيه؟ والله بكل بساطه هي مباراه كره القدم، يعني بين شفتين اخذت قيمتها من خلال وضع الفريقين في روليت المنافسه، واصبحت مباراه تحدد بشكل قاطع الفريقين المتاهلين الى المرحله القادمه. مباراة بين فريقين، فريق صاحب تاريخ كبير في القارة وصاحب بطولات النادي الأهلي المصري، وفريق صاحب اسم كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة وطموح كبير هو نادي الهلال السوداني. طيب، أكيد مباراة غاية في الأهمية، لكن من وجهة نظرك يعني شايف أبرز العناصر اللي ممكن ترجح كفة الأهلي أو ترجح كفة الهلال في هذه المباراة؟ وأكيد حضرتك عارف وملم بإمكانيات الفرقتين، خصوصا أن حضرتك كنت المدير الفني في مباراة القاهرة. والله شوف، انا هي المباراه حساباتها كثيره، يعني غير العناصر اللي موجوده في الفريقين والفوارق الموجوده بين العناصر، تمام، الا ان المباراه بتحمل حسابات كثيره جدا، واهم هذه الحسابات هي الحسابات النفسيه للمباراه. يعني انا اعتقد انه الفريق الذي سيتعامل مع المباراه من الناحيه النفسيه بالصوره الافضل هو الفريق الذي سيحقق نتيجه المباراه بغض النظر عن الفوارق بين العناصر في الفريق. طيب، بتشوف ازاي الشحن الجماهيري اللي بيعمله البعض يعني خلال الايام القليله اللي فاتت بخصوص هذه المباراه، وايه رسالتك للجمهور سواء الجمهور الاهلاوي او جمهور الهلال السوداني تحديدا اللي هو هيكون موجود في الملعب؟ والله انا معايش طبعا الاوضاع هنا في السودان، وبطلع على بعض ما يحدث في مصر العزيزه من خلال الوسائط ومن خلال سواء كان من خلال الميديا الفيسبوك ومن خلال القنوات التلفزيونيه. فيما يتعلق بالسودان بقول انه الشطط اللي شاهدوه الاخوه المصريين هو يعني حالات شاذه ونادره جدا جدا كويس. صحيح كل الشعب السوداني مهتم بالوقت بهذه المباراه كمباراه ذات قيمه كبيره جدا، ويمكن قيمتها بالنسبه للهلال اكبر بكثير جدا من قيمتها بالنسبه للنادي الاهلي، باعتبار ان الهلال ظل يعني على مدى سنوات طويله جدا يبحث عن تحقيق هدفه وهو الفوز بالبطوله الاولى له على المستوى الافريقي، بينما نجد ان الاهلي ما شاء الله يعني حقق الكثير جدا من هذه البطولات. ما شاء الله. لكن بالمقابل الاسم الكبير للنادي الاهلي وهذا التاريخ العريق برضه يحتم عليه انه يكون قوي وكبير في مثل هذه المواقف. بالنسبه للسودان اهتمام ايجابي بهذه المباراه. ما شهدتموه من بعض التفلتات هو شيء فردي من قله لا على الاطلاق، يعني لا يمكن ان تحسب ولا يمكن ان تحد ولا يمكن ان يوضع لها اعتبار، وهو حتى مرفوض وجه برفض كبير جدا من قبل كل الهلاليين وكل المهتمين بالمساله الرياضيه في السودان او حتى بالمساله الانسانيه والاخلاقيه. يعني هذا الذي حدث لا يشبه اخلاق الهلال ولا يشبه اخلاق جمهور الهلال. كويس. ونادي الهلال نادي كبير وتاريخ كبير جدا ويهتم جدا بالاخلاق وواعي جدا ومدرك جدا للعلاقه بين مصر والسودان. بالزبط. اما فيما يتعلق ب ما اطلعت عليه من خلال الوسائط عن بعض الاشياء من مصر، فبعتقد انها كانت رد فعل، ورد فعل انا في رايي يعني لا يؤثر كثير على خبرة وحنكة الذين يقومون على إدارة الأمر في النادي الأهلي والذين سيقودون بعثته إلى الخرطوم. فما أعتقد أن في أي إشكالية، المباراة في النهاية مباراة كرة قدم، كل ما سبق هذه المباراة إن شاء الله سينتهي بصافية بدء المباراة وينتبه الناس لما يدور داخل الملعب. بالظبط، ان شاء الله نتمنى المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه، وده اهم شيء، والافضل في الملعب هو اللي يكسب هذه المباراه. لكن انا عايز اخد توقعات حضرتك بقى، نتيجه الماتش كام؟ والله شوف، احنا كمدربين ما بنتوقع، احنا كمدربين بنتعامل مع المسائل بموضوعيه، وفي البدايه اللي انا اقول انها هي كوره، مباراه بتاعت كره قدم، ومباراه كره القدم تحتمل اي نتيجه. كويس. يعني ممكن انت تؤدي افضل ما يمكن وتخرج خاسر، ممكن انك تؤدي اسوء ما يمكن وتخرج شويه، يعني دي كره القدم كده، ويمكن دي يعني ده السبب في احتفاظها بهذا
بهذه الحيويه والاثاره على مدى هذه السنوات الطوال. لكن اقول انه المباراه هي بين خبره النادي الاهلي وطموحات نادي الهلال السوداني. واذا استفاد الاهلي من خبراته انا متاكد جدا انه حيسبب اشكالات للهلال، واذا استفاد الهلال من طموحاته وعد لاعبيه نفسيا بالصوره المطلوبه انا متاكد جدا انه حيكون مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي، لانه فريق الهلال عرف على مدى سنوات طويله جدا لانه هو فريق يتحول الى شيء اخر داخل ملعبه. نتمنى كل الجماهير والاحساس النفسي للاعبين بانه في قوه كبيره جدا بتدعمه، ده بيحول الهلال الى 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 قوه عظيمه جدا جدا، وممكن يكون في الوقت ده الهلال هو الاقوى. تمام، يعني نتمنى ان شاء الله تكون مباراه جيده، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكابتن صلاح ادم المدير الفني الاسبق للهلال السوداني.